عزيزي أو عزيزتي المتابعة، تخيل معاي يوتيوبرك المفضل وهالشخص غالبا بيكون عنده لحية أو ما عنده لحية. حلو، اليوم هاي اللي ما عنده لحية بزرع له لحية، واللي عنده لحية باحلق لحيته. اليوم بعكس كل شيء وبنصدم بأشكالهم. معكم اخوكم عبد الرحمن، واليوم عندنا مقطع جديد وفكره شاطحه جدا جدا جدا، لان اليوم بنروح حق مشاهير يوتيوبرز ناس معروفين وبروح بحلق لحيتهم او بزرع لهم لحيه اذا ما كان عندهم لحيه. بس طبعا للعلم الفكره مجرد للضحك، فلا تعصب وتروح على زر الديسلايك، لا طق الزر اللي يمه اللايك والاشتراك، لان مجرد للضحك وبسويها علي انا وعلى اصدقائي وغيره. في نفس الوقت قبل لا تنزل وتقترح علي يوتيوبر او شيء، تاكد انك تشوف مقطع للنهايه اللي يمكن يكون موجود. نبتدي اول شيء باخوي عمر. حلو، عمر يجرب. عمر معروف انه ما قد كان عنده لحيه مثلا طويله او شيء، دائما يكون تقريبا ما عنده لحيه او لحيه خفيفه جدا. فلقيت هالصوره فيها لحيه خفيفه، خلينا نروح كذي. اول شيء خلينا نشوف وجهه، هو نظيف كذي ما في ولا لحيه، وهاي الشكل المعتاد عليه انا بدون لحيه والشنب، يعني يمكن شنب خفيف اللون. اللي بنسويه الحين انه بنعطيه لحيه. فيلا 1 2 3 اه اجل 1 2 3 اوه تحملوني 1 2 3 وحين هاي شكل عمر اخوي بلحية. لحظة خلها زوم، لا هي طايحة علي نوعا ما، بس ما ادري خل ننوع فيها، خل نمسح شوي، نجرب مثلا لو نسوي زوم اخففها. اوكي بخففها شوي كذي نضبطها. خففت وايد نخففها من هني. اوه صبعي وايد متين. اوكي اوكي فهاي شكل عمر اخوي بلحيه. خلينا نجرب مثلا تسريحه ثانيه عليه، هاي التسريحه مثلا. واو اوكي معليش عمر معليش. خلينا نروح حق الشخص اللي بعده. خلينا نروح حق توب زاوي مستانس، قاعد يحتفل بالاربع مليون هاللون، ويك حماني كابتشر صوره من انستغرام ويبرمج على توب. فتوب معروف عنده شنب بسيط هاللون وما عنده لحيه نوعا ما. خلنا نشوف اول شيء شكله، وهو نظيف بدون هالشنب، نظيف كليا. هاي شكل توب، صار شوي بيبي فيس هاللون، بس اللي اعرفه انه يقولون اللحيه تضعف. اوكي فتوبس ممكن تتحقق احلامك الحين او ممكن مو احلامك. نجرب 1 2 3 واو توبس لحيتك بتكون هاللون. لحظة خلنا نرتبها لك. اوكي خلنا نسويها شوي سيدة بدل ما تكون عفسة لحية عود وكذي، نرتبها نسويها كذي. وهاي شكل توبس باللحية، والله نوعا ما ضعفته. شوفوا خلنا اراويكم، والله ضعفته، اللحية تضعف يا جماعة. ما بشيل لحيتي ابدا، ما بشيل لحيتي، بس شوفوا اللحية تضعف. زين خلنا نجرب تسريحات ثانية على توبس الحين. اوكي هاي تناسب نوعا ما. لا 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 اوكي توبز ما لحيه صدمنا، بس يمكن الباقي يصدموني اكثر. خلنا ندور حد ثاني الحين. زين الحين خلنا نحول على شباب جوت، خلنا نروح حق حمود. نبتدي حمود عنده لحيه، الحين ناخذ الموس زت نحلق لحيه حمود. فهاي هي الصوره الاوريجينال، هاي مع لحيه كليه في كل مكان نفس الشكل، مجرد كان هاي تو حالق وهاي يبي له يروح الحلاق. الحين بنشوف شكل حمود بدون لحيه، جدا جدا متحمس، لان ما اتذكر متى اخر مره شفت حمود بدون لحيه، اتوقع ما قد صارت. بسم الله. الحين. لا 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 حمود ابدا لا تحلق، ابدا. بدون لحيه وشنب حمود. لا تحمست بشوف باقي شباب جود. خلينا نجرب بس كم تسريحه ثانيه عليه. اوكي هاي عاديين بس حمود بدون لحيه لا 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 سوري، بس حمود ابدا لا تسويها، تصير كانك ممثل من بوليوود ومو ممثل زين، لا الممثلين اللي يرقصون ورا الممثل بس. المهم نروح حق اللي بعده، المولود عنده لحيه مباشره، بوب باب بوم بدون لحيه. ليش هاللون يصير شكلهم يخرعون؟ يعني مالود انا اسف والله، انا اسف ابو جابر، انا اسف ليش ابتسامته تتغير؟ ابغى اعرف.
لا 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 فعلا 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 شلب واللحية يفرقون عند الريايل. الدومة يا الدومة يا واحشني الدومة والله صصج واحشني. بإذن الله يفتحون الياسر وإحنا نيلك السعودية بعد ما تيلنا. بس هاي شكل آدم وهاي بدون لحية وشلب أتوقع بيكون عادي عادي ما حسيت فرق. وهاي بدون لحية وشنب أتوقع بيكون عادي عادي ما حسيت فرق عادي ما حسيت فرق. خلنا نشوف مع اللحية كثيفة أوكي. أنا ما قد شفته بلحية كثيفة يعني دائما منتفه هاللون. والله not bad. لا والله طايح عليه الدومة يعني شوفوا أتوقع من الوحيدين اللي طايح عليه بدون لحية ومع لحية لحد الحين. بدون لحية مرتب شحالاته مع لحية بعد طايح عليه. خلنا نشيك تسريحة ثانية. لا هي طايحة عليه الدومة يمكن من الوحيدين اللي ما تغير شيء عليه. حلو نروح حق النعيمي. النعيمي بلحية تيتو تيتو تيت بوب. النعيمي بدون لحية كان ممثل نوعا ما. في ممثل هاللون شكله كذي لما يصير وجهه بدون لحية ما ادري اذا عرفتوه او لا بس انه يضحك شكله نوعا ما بس مو نفس الباقي اوكي. مع لحية نشوف لحية بنزيما الكثيفة. اي هاي شكل النعيمي كأنه مو رايح الحلاق وهاي راح الحلاق وهاي حاليا. لا كلهم اوكي ترى وهاي تناسب النعيمي نوعا ما. واو النعيمي لما يصير عمره 30 تناسب تناسب التسريحة عليك النعيمي. لا لا بس بدون لحية مضحك شوي بس not that bad يعني يمشي الحال. ونروح حق اخر شباب جوت. انا طبعا بخلي روحي للنهاية بتشوفون شكلي بدون لحية لان انا بروحي ابي الناس تطلع من المقطع وما تشوف شكلي بدون لحية. واذا انت من الناس اللي يعني بتنطر للنهاية اضغط زر لايك والاشتراك لان استوعبت ان تقريبا اكثر من النص اللي يتابعون مقاطعي مو مشتركين في القناة. انا ما اعرف ليش هاللون بخيلين بس ترى الاشتراك مجاني. اي بنطر ليه ما تشترك عشان ما يفوتك المقطع. لا اوكي اوكي يلا راح اقلب بعده. فعندنا سبوكي وبعد لقيت هالصورة من انستغرام سبوكي مع لحية وبوم سبوكي بدون لحية وشنب. ليش صغره 10 سنوات؟ سبوكي المراهق سبوكي الحالي سبوكي المراهق سبوكي الحالي صغر صغر مرة واحدة. خلنا نشوف لو سوينا لحيته كثيفة. لا هي سبوكي الحالي سبوكي الحالي ذي. لا 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 سبوكي ما عجبني ما فرق وايد بس صغر في السن. شنو ذي شلغش. اوكي 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 شوي ناخذ بريك من اليوتيوبرز ونروح حق ناس مشاهير. انا قلت بروح حق مغنيين عرب وبالاخص في مغني من انا صغير يمكن من اول ما ولدت هو نفس التسريحه نفس كل شيء اللي هو المغني راشد الماجد. دائما دائما خدود ونوعا ما شعر خفيف هاللون. فقلت خلنا نشوف شكل راشد الماجد بلحية. واو هاي شكل راجل ماجد بلحية بعد الحجر المنزلي يعني هاللون. خلنا نشوف شنب بس. اوه اوكي نوعا ما كانت تغيرت جنسيته مرة واحدة. واو لا 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 التسريحات اللي قاعد احطهم رهيبة بس بلحية اقواهم الصراحة. المهم الحين عرفت شكل راشد ماجد بلحية واتوقع افضل انه هو بدون لحية اتوقع. بس في نفس الوقت نروح حق مغني ثاني دايما اشوفه بلحية بس ما قد شفت شكله بدون لحية واللي هو ماجد المهندس. مو راشد ماجد ماجد المهندس كنا تخربط لما نقول الاسمين ورا بعض. المهم ماجد المهندس هاي شكله مع لحية وهاي شكله بدون لحية. واو ليش صار ممثل بوليوود؟ ليش دائما بدون لحية يصيرون كأنهم ممثلين هنود؟ ما يعني مو اهانة او شيء لا 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 شيء زين يمكن ومو زين في نفس الوقت بس اوكي خلنا نجرب نعطيه شنب بس. اوكي صار الحين ممثل تركي نوعا ما. ليش صار راشد الماجد؟ اوكي 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 نرجع الطبيعي خلاص خليك هاللون افضل شيء ماجد مهندس. الحين خلنا نرجع حق اليوتيوبرز اوكي لان عندنا لست طويله من الناس بنبرمج عليهم. عندنا بعدين ابو فله دائما 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 هو يتغشمر على الموضوع يتكلم على الموضوع موضوع الشنب واللحيه. فالحين بنحقق حلمك يا ابو فله الحين بنحط لك لحيه بكل سهوله. بوم 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 وات ليش طارت اللحية هاللون؟ لحظة لحظة معلش معلش بضبطها لك لا تحاتي بضبطها لك. سوي كذي اوكي اوكي احنا ضبطنا اللحية وضبطة والله صح
صاير مرتب باللحية والشنب طايح عليه يعني فعلا فعلا. خلا أرويكم لحظة قبل بعد والله طايح عليه صح قاعد يزيد عمره 10 سنوات نوعا ما بس صج طايح عليه اللحية. خلنا نشوف لحية خفيفة مثلا واو جانكستر كامل حرفيا جانكستر كامل طايح عليه صح. اوكي خلنا نجرب شنب بس لا 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 خلك على موضوع لحية كاملة افضل. خلنا نجرب الجوتي هذه اللي القفل لا 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 خلنا على لحية كاملة. هلا نكون ضبطناك يا بفلة وضبطنا وحققنا حنك. دام قاعد نتكلم عن اليوتيوبرز الحلوين واللي يضحكون هلا ولاحبهم بصراحة واتابعهم. هلا نروح حق بندريتا بعد نروح حق بندر. ما يصير نكمل السلسلة بدون بندر طبعا. فبندر بدون لحية بوم 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 بندر مع لحية. خلينا نشوف والله اللحية تضعف 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 تحسها هلون بندر قبل الدايت بندر بعد الدايت. واو واو يا الفرق. خلينا نشوف مع لحية كثيفة كنسل. انا اسف رجعنا حق اللحية العادية رجعنا. خلينا نشوف بندر مع تحسونة القفل او خلينا ناخذ القفل العادي الكامل. واو ليش هاي التشريحة مرة واحدة تسوي الشخص عمره 40 شيء كذي. لا والله هذا اضبط واحدة عليك مع لحية خفيفة بسيطة تناسب بندر اتوقع. اوكي بندر اوكي خلنا نروح حق هنودي. ما يصير نتكلم عن توبز بدون هنودي رابع احملا. فهنودي مع لحية هنودي اضبطك احلق لحيتك هلون اعرف هي مأذيتك شوي. جاهز بوم وهاي شكل هنودي كنسل. انا اسف هنودي اسف والله واللي خليك هنودي يالي وياك تحلق لحيتك اوكي. لو شنو بتسوي تحدي في اليوتيوب لو شنو بتسوي لا تحلق ايش صار هني يا جماعة شوفوا الفرق. خلنا نشوف نسوي لك تكتوكة او شيء تحسونه ثانية. اي هلون طايحة عليك مو مشكلة خلنا نجرب ذي هذه بعد طايحة عليك خليك شنب بس وف والله حلو عليك النوري احلق اللحية وخلها شنب بس لا تسوي كذي لا خلها شنب بس والله طالع عليه صار شخص ثاني كليا. واو يا الفرق والله صارت حلوة عليه هذه التسريحة الشنب وبس هاي التفل البسيطة هني هذه التسريحة المناسبة لك. خلاص يا جماعة نروح حق آخر يوتيوبر قبل نروح حق صورتي أنا ونشيل لحيتي. بس إذا عجبتكم الحلقة لحد الحين زر اللايك والاشتراك. كل شوية أذكر أن في ناس لحد الحين متكسلين يعني ينزلون بوب وهم راجعين حق المقطع بدون ما توقف. المهم هاي الشخص تعذبت لما لقى له صورة واللي هو السمي عبد الرحمن فيرفل ما ينزل صوره في انستغرام كله جيم بلاي والفيس كام صغيره فما اقدر اخذ منهم صوره. هاي الصوره الوحيده اللي لقيتها هاي مع لحيه. خلينا نشوف نضبط لحيته اكثر قبل لا نشيل لحيته كامله. اوكي خلينا نزيد لحيته الحين. اوكي هاي شكله لما جاته فتره ما راح الحلاق وحلق وحين السمي عبد الرحمن فيرفل. انا اسف بس وات اوكي ما تغير وايد بس شكله غريب بدون لحية جدا غريب فعلا. اللحية والشنب يفرقون. خلنا نشوف بشنب بس مثلا لو بالغلط حلقت اللحية. اوكي هاي يطيح عليه كأنه مبتعث سعودي كويتي شي رايح يدرس في امريكا. هو حاليا مبتعث سعودي يدرس في امريكا حمار ايش قاعد تقول ما اعرف. اما حين نروح حقي انا الله يستر اوكي فالحين خذيت صورة حقي هاي مع لحية اتوقع اخف شوي نوعا ما وهاي مع اللحية الكثيفة. اوكي لازال شكلي يعني انا ليش فيلا يا جماعة حق اللي بس فكر ان شلون شكلي انا بدون لحية تفضل 1 2 3 ليش متني 10 كيلو طلع لي خدود ليش شنو ذي ابدا ما بحلق. وهاي اكبر درس ومثال على ليش لازم ما احلق او المس حتى الشنب واللحية خلهم نفس ما هما. هاي انا اي والله هاي انا يا جماعة. خلنا نجرب زين لو خليت الشنب بس زين لو خليت القفل تسريحة القفل. اوكي هذه طايحة بس بعد لحنا خدود. اوكي هاي شكلي هلون
الثلاثينات الاربعينات ممكن. رجعني رجعني اللحيه ايه كذي 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 خلاص خله كذي خله كذي. شوفوا والله اقول لكم اللحيه تطير 10 كيلو مره واحده. شوفوا الحين بوم حمار نتن بوم حمار رجع نقص 10 كيلو بوم. المهم يا جماعه اذا في يوتيوبرز انتم تتابعونهم وتحبونهم ما حطيتهم في الحلقه يمكن عشان الوقت بس عشان ما اطول الحلقه اكثر بس كتبوا لي كل اساميهم تحت في الديسكربشن وفي نفس الوقت زر اللايك عشان اذا تبون جزء ثاني ممكن افهم واعرف هالشيء. زر اللايك الاشتراك اذا تبون تشوفون مقاطع متنوعه اكثر تقدرون تضغطون هنا واذا تبون تشوفون الحلقه اللي فاتت تقدرون تضغطون هنا ونشوفكم في حلقه ثانيه. شنو ذي شنو ذي يا جماعه شنو ذي؟ طبعا هني تقدرون لحين تضغطون ومكتوب لكم كل هالاشي فوق وفي موسيقى بس شنو ذي؟